بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل ظرف الأحداث وهو الزمن ليلا ونهارا، ولكل منهما مهمة لا تتأتى مع الآخر، فهما متقابلان لا متضادان، فليس الليل ضد النهار ولا النهار ضد الليل، لأن كل واحد منهم له مهمة، فالتقابل هو الذي يعطي الكمال. ولذلك أراد الله أن ينظر بالليل والنهار في جنس الإنسان من الذكورة والأنوثة، حتى لا تقوم عداوة بين ذكورة وبين أنوثة، وده له مش عارف إيه وده إيه وعايزين حق ده، يقول له لا، لكل واحد ما دام الجنس ينقسم إلى نوعين فلهما كجنس مهمة، ولكل واحد منهما كنوع مهمة أخرى، يبقى إذن هما يتكاملان. ولذلك قلنا يجب أن نفتن إلى قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. دول متقابلين في الزمن. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ له مهمة. إياك أن تخلط مهمة هذا، وإياك أن تجعل من الليل ضد للنهار، أو من النهار ضد للليل، أو من الذكورة ضد للأنوثة، أو من الأنوثة ضد للذكورة، كما يريدون أن يفعلوا. يبقى والليل إذا يغشى والنهار، وما خلق الذكر، وإن سعيكم، كل واحد له إيه؟ له مهمة. نأخذها على هذا الأساس. إذن ففيه الليل وفيه النهار. قلنا الليل حيجي سكن ويريح أعصابنا من الأشعة ومن الضوء، الجسم بقى ياخد كل راحته. ولذلك النبي يقول: أو أطفئوا المصابيح إذا رقدت. الناس بتفتكر إن وجود الضوء بالليل ده والعملية دي العملية الحضارية الكذابة اللي بيقولوا عليها دي هي دي اللي عمل. لا، دي أفسدت نظام الكون والعمل، لأن الليل كان المفروض فيه الواحد إيه؟ يتمتع بظلمته. ساعة ما يتمتع كده بظلمته يصبح الصبحية واخد إيه؟ يتمتع بحركة النهار وإيه؟ ونشاطه. الحق سبحانه وتعالى جعل في الظلمة جعلها قبل الضياء، وجعل الظلمات والنور، لأن النور محل الحركة، ولا يمكن للإنسان أن يتحرك إلا إذا كان مرتاح وطاقته وأجهزته كلها مرتاحة. دي تجيبها إيه؟ الإيه؟ الظلمة على الأول. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل الظرف ليل وجعل إيه؟ النهار. قال بقى بعد كده العلة إيه؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. إذن فابتغاء الفضل لا من النهار صاحب الحركة ولا من الليل صاحب السكون، ولكن منهما، يبقى كل واحد بيكمل الثاني ولا لا؟ لتبتغوا فضلا إيه؟ من ربكم. وعلة أخرى: ولتعلموا عدد السنين. طب الفضل يعني ازاي بقى؟ أما قال لك ما هو الليل هنرتاح فيه، كل جوارحنا تبقى مرتاح، نقوم الصبحية. ولذلك كنا نلاحظ في القرى أيام ما كانوا يصلوا العشاء والكل ينام، تصبح الصبحية الفجر كله صاحي، وكل واحد راح لعمله بدري قبل الشمس ما تطلع ومش عارف. إنما تعالى دلوقتي بقى اللي سهرانين طول الليل في الكهرباء، وصلانين في الضوء، وصلانين في التلفزيون، وبعدين يقوم الصبحية بقى، يا ينام وهو في الدرس، يا ينام وهو بيشتغل، يا يشتغل كده بدون طاقة وبدون نفس، كل مسألة باظت كلها، وإيه بقى مش نافعة على الأول. إيه الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النهار محل الحركة؟ الحركة دي أمر مادي، يعني تفاعله ماديا، وهو الإنسان في مادي وهو مادة الكون، يبقى ده بيتفاعل مع هذا. أنا بيجيب الفاس ويمسكها ويروح يفحط الأرض، بيجيب الآلة ويقعد يعمل مش عارف فيها. إذن في تفاعل بين الإنسان وبين الإيه؟ وبين المادة اللي محيطة به. عايز ليه ضوء؟ أم قال لك لأن الظلمة تغطي الأشياء وتعميها.
وده معقول عندما حينما لا يكون مطلوب مني حركة، إنما مطلوب مني حركة يبقى لازم ضوء. ليه؟ عشان أتبين، يتبين الفاعل والمنفعل له. لأن إن كانت فيه ظلمة وعايز تتبين، إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك، وإما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه. خليك جرب كده، وقوم بالليل والبيت ما فيش فيه لا سهاري ولا كهرباء، وعايز تروح دورة المية تمشي، إن اصطدمت بالترابيزة الكبيرة ولا بالباب تكسرك، وان اصطدمت بآلة محطوطة ولا حاجات حطمها. ايه اللي يفسح للحكاية دي؟ يبقى انه ادي اول ابتغاء الفضل ان يتبين الفاعل والمنفعل، كل واحد يعرف ايه لتبتغوا فضلا من ربكم. وبعد ذلك قال ولتعلموا عدد السنين والحساب. كلمة عدد معناها ان شيء له وحدات، نريد ان نعرف كمية الوحدات. الوحدات دي كم واحدة؟ ثلاثة أربعة، هذه معنى عدد. لأن الشيء ما كانش له كميات متفرقة يبقى واحد، ما فيش له. إنما إمتى يبقى عايزين عدد؟ إذا كان كمياته إيه؟ متكررة، نبقى نعرف إيه؟ نعرف عددهم. تعلموا عدد السنين والحساب. قال لك إيه؟ لأن دي من لوازم حركاتنا وحياتنا. لما نشوف الزراعات والأشياء بتتوقت بإيه؟ بتوقيت الأزمنة. الأرض تتعمل نبادي وينزرع كذا، القطن في كذا، والقمح في كذا، والذرة مثلا في كذا، والخيار في كذا. يبقى نعرف توقيتات الايه الأشياء. إذا بنعرف أزمان الأحداث، وأيضا العباديات اللي احنا بنعملها. عايزين نحج يبقى لازم نحسبها الشهور ازاي ونعرف ايه. عايزين نصوم يبقى لازم نشوف ايه رمضان ده هيجي ايه هيجي امتى. عايزين نصلي، عايزين يوم الجمعة. الله، يبقى عدد السنين والحساب لازم ايه نعرف. لو نظرت الى الليل والنهار لوجدت الليل فيه قمر والنهار فيها شمس. الشمس لا تستطيع ان تتحدد بها الايام، انما تعرف بس النهارده طلعت الشمس وغربت الشمس، انما ما تعرفهاش يوم ايه ولا اول الشهر ولا اخره، ما تعرفش الحكايه دي. اما ايه اللي يعرفها؟ ما القمر، لأن القمر له علامة ذاتية، وهو في أول الشهر بيبقى إيه؟ هلال، وبعدين يكبر يبقى تربيع أول، وبعدين يبقى تربيع تاني، وبعدين يبقى بدر، وبعدين ينزل، وبعدين يبقى محق. إذن فتستطيع أن تحدد أوليات الشهر بإيه؟ بالقمر. خذ اليوم من الشمس، من أول طلوع الشمس إلى غروب، وبعدين عايز نعمل الشهور، يبقى لازم القمر هو اللي يبين لي أول شهر. ولذلك تدخل مواقيت العبادة بالليل دون النهار. يثبت رمضان ليلا اولا ثم يثبت ايه نهاره. نقول الليلة دي من ايه؟ من رمضان. الليلة دي هيبقى بكره العيد، يبقى نعرف بالليل من ايه وايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في القمر اجعل في السماء وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قدر ايه منازل؟ طب هو بيتكلم على الشمس والقمر، الشمس ضياء والقمر ايه نورا، وقدره ما قدرهمهاش، ما قالش الاثنين، قدره منازل. يبقى هو ايه؟ القمر، لان به تتبين الايه اوائل الشهور، ويتبين ده ويتبين ده. ولذلك ادق حساب الان في علم البحار والاعمال المائيه حساب الشهور القمريه، لانه اضبط حساب من السنه الايه الميلاديه. كمان اللي عندها مثلا عايزه عده، عايزين 3 اشهر مثلا، يبقى لازم نعرفها ولا ما نعرفهاش. الله، نبقى عايزين مثلا توقيتات التعامل، شهر ولا سنه ولا مش عارف ايه، لازم نعرف الحاجات دي. يوم ربنا عمل لنا ضوابط لمين؟ للزمن. وحين يجعل الله ضوابط للزمن، يبقى قبل ما نعمل الضوابط دي للزمن تكون الضوابط نفسها موزونه. الساعه يقول لك ده الساعه دي ما بتاخرش ولا تاتي. إذا لما تضبط الزمن عليها يبقى ضبط دقيق ولا لا؟ لكن إن كانت هي مش مضبوطة، مش دقيقة في تركيبها، نقدر نضبط الزمن عليها؟ يبقى متى يكون معيار الميزان دقيقا؟ إذا كان الميزان نفسه معمول دقيق. ولذلك يقول إيه؟ الشمس والقمر بحسبان، يعني معمولة عملية إيه؟ حسابية. وبعدين تبقوا تعملوها حساب، لأن هي معمولة بإيه؟ هي معمولة بحساب، تبقى تعمل عليها حساب لأنها معمولة بإيه؟ بحساب.
وقدره منازل. والمنازل بقى منازل للشمس طبعا، وفيه منازل للقمر اللي هي الايه البروج اللي اقسم بها الحق، والسماء ذات الايه البروج، واليوم نعيد وشاهد البروج اللي احنا بنسميها البروج الاثنى عشر. طبعا انتوا بتقروا جرايد وبتشوفوا اغلبكم يشوف الحظ وحظ البروج، وده الحمل وده مش عارف السرطان وده الاسد وده السنبله والى اخره. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني مش حاجة جاية بعضها كده، لا معنى التفصيل جعلوا بين بين شيئين، فصلت شيء عن شيء يبقى جعلت بيه ايه بين، مش جعلتها كلها كده مرة واحدة كده، لا كل شيء فصلناه تفصيل. يجي مثلا في الوضوء يوم يقول ايه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق حددها، وبعدين يقول امسحوا برؤوسكم، ما عممش لا غسل ولا عمم مسح، بل فصل كل شيء، ما عمل العملية استعداد للصلاة في طهارة واحدة، دي غسل والى المرافق، وغسل وجوه ما جابش لها الغاية لان الوجه ما بيختلفش فيه، انما الايد بيختلف فيه، الايد قد تطلق على الحد الرسخ وتطلق على حد المرفق الكوع وتطلق على هنا، فلو ان هو وايديكم مسكت ولا قالش الى المرافق كان من الممكن، لو فعلت هذا ينفع لو فعلت هذا ينفع لو فعلت، انما هو عايزه على ايه على شكل مخصوص، يبقى فصل ولا لا ما سابوش عايم، لما عايز يفصل يديله ايه كل شيء فصلناه ايه تفصيل. يجي مثلا التيمم لما ما نجدش ماء نروح للصعيد للتراب، اوعى تفتكر ان التيمم اللي هو هيقوم مقام الوضوء تبقى تتوضى بقى وتاخد وتتمضمض وتستنشق بالتراب وتعمل مش قالك لا دي له شغل لان ده تراب، والمهم مش الطهاره، والا لو كانت طهاره كيف الوثه بالتراب، ده المهم ان تدخل الصلاه على استعداد للصلاه وعمليه وتبقى ما لقيتش ميه قال تروح للتراب، لا ايش الحكايه المساله مش هي مش بننظف، ولذلك يقول لك ايه طب انا هنظف بالكولونيا، يقول له لا ده انا عايز عمليه استعداديه انك قايم للصلاه، انت قايم لحاجه غير عاديه، انت قايم لتلقى ربك، يبقى على شيء على طهارات ايه على طهارات اخرى باستعداد. فلما ما يوجدش الميه قال تيمموا صعيدا طيبا عشان يثبت لك ان المساله مش نظافه ولا طهاره زي ما بيقولوا، وكل يوم بنتنظف ونتنظفش، طيب هننظف نفسنا بالكولونيا يا سيدي مثلا، كل لا ما هيش نظافه، ده المساله استعداد المهابه للقاء، انا بعمل الوضوء عشان حلقه مين. ولذلك كان بعض الصالحين منهم سيدي علي زين العابدين اذا قام للوضوء اصفر وجهه، يلاقي وجهه اصفر يقول له يا ابن بنت رسول الله ما يجعل وجهك اصفر ساعتك، يقول اه لو علمتم الى من استعد في المقابله، انتم مش عارفين انا رايح فين، يبقى دي حاجة يعني مش. وكل شيء فصلناه ايه تفصيلا، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره ايه حكاية الطائر دي، قال لك كان زمان لما واحد يريد ان يقبل على عمل من الاعمال يقوم يجيب الطير ويمسكه في ايده كده على ايده ويطلقه، فإن ذهب إلى اليمين يبقى مؤمن، وإن ذهب إلى اليسار يقبل على العمل، فيتشأم بمين؟ باليسار، ويتيمن بمين؟ ويتيمن بالإيه؟ باليمين. طيب دي بيعملوها، طب هو التيمن ده النبي كان يعني بيحب الفأل الحسن، أم قال لك إنما ما يحبش التشاؤم، يحب الفأل الطيب لما ما يحبش التشاؤم، ليه؟ لأن الفأل الحسن ينشط كل أجهزة الجسم انبساطا للحركة، إنما التشاؤم يقبض، فالتيمن نقبله ساعة مثلا نقول له اسمك سعيد يقول إن شاء الله يا سعد، اسمي فضل إن شاء الله فضل الله، يبقى إذن هم كانوا بيعملوا يجيبوا الطير وبعدين يطلقوا مشي كده مسانح وبارح، وبعدين يتهموا بقى في الايه في الطير ان هو اللي وجه وهو اللي عمل، يقول له لا الطير ده ملوش لازمه بقى، ما تلوش لازمه، طائرك في عنقك شيء يلازمك لا ينفك عنك ابدا، ولذلك يطلقون الطائر على الحظ، ده زائي الصيت وصيته طائر، او يطلقونه على الجزاء، يقول له يا اخي ما تقولش كده لا الحظ ولا مش عارف ايه، حظك وكل حاجه في ايه في رقبتك مش على كده،
خلاص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فإياكم إن كنتوا تلقوا نتائج أعمالكم على الطير اللي هو مش مكلف ولا أي حاجة تيجي صدفة تيجي مش عارف الأمل. وكل إنسان ألزمناه إيه طائره في عنقه. طائره يعني إيه؟ عمله. يبقى ملازم له. وكل إنسان لا تزرع وزرة وزرع أخرى، ما ترميش بلاويك على الحيوانات خلاص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وبعدين ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورة. مش انت كفى بنفسك اليوم، اقرا انت. يبقى انت الحج علشان يبقى اقرار، والاقرار سيد الايه سيد الادله. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورة. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى قال ما مش عارف ايه كذا كذا كده، الجوارح بتاعته ايه تشهد وتكذبه، جوارحه تشهد ايه تشهد عليهم ايه هم ايديهم وارجلهم وتشهد جلودهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ليه؟ لان احنا كنا مسجونين في سيطرة الارادة اللي ربنا عملها لك على جوارحك. لك إرادة على الجرحة دي تضرب بها واحد ألم، ما تقولكش لا. تطبطب بها على واحد وتاخده تقيله من عصره، ما تقولكش بها لا. تمشي برجلك إلى المسجد، ما تقولكش لا. تروح بها والعياذ بالله إلى الخمارة، ما تقولش لا. تنطق بلسانك الشهادتين، ما تقولكش لا. تقول كلمة كفر، ما تقولكش لا. الله. تتسمع إلى شر، ما تقولكش لا. تتسمع إلى خير، ما تقول. إذا الجوارح إيه؟ منقادة لمراداتك. منقادة، وما دام منقادة لمراداتك يبقى فعلها لك ليس دليل على الرضا عنك، لأنه قد يكون رضا انقياد. وإحنا ضربنا المثل بقائد السرية ولا فصيلة ولا حاجة، أوامر نفس على مين؟ على الجنود، ويعمل كذا يعمل كذا، ولو غلط ولا بيعملها ولو غلط. وبعدين لما يبقى يروح لأعلى منه يقول والله ده قال لنا اعملوا كذا وقال لنا اعملوا كذا، يوم ما يفقد السيطرة ويروح للأعلى يبقى يقول اللي هو ايه. انما دلوقتي الإرادة لمين؟ للضابط. كذلك في دنيانا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه، ما تتخلفش عنه أبدا، اللي عايزها تعمله تعمله، لكنها تفعله وهي كارهة، تفعله وهي لاعنة، تفعله وهي مبغضة الفعل. فإذا ما جاء يوم القيامة ولا سيطرة لإرادتك على جوارحك، تبتدي تقول بقى عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل إيه وعمل بي إيه. ويوم القيامة إيه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قارئا ومشهودا عليك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ليه بقى؟ قال لك لأن لما ربنا عمل منهج الهداية للإنسان الذي جعله في الأرض خليفة، قبل ما يخلقه أعد له مقومات الحياة كلها بالقدرة الفائقة، لأن خلق سماء وخلق أرض وخلق هواء وخلق مية وخلق جبال وخلق مش عارف إيه كل دي، يبقى خلقه بصفات الكمال فيه. يبقى لما خلقك أنت ما أنتش هتزوده صفة من صفات الكمال، لأن بصفات الكمال فيه قبل أن يخلقك خلقك. إذن أنت مش هتعمل حاجة. يبقى أمال التكليفات دي؟ التكليفات لصالحك. ليه؟ قال لك علشان حركة الحياة اللي انتوا فيها تتساند ما تتعاندش، فعملنا لكم ايه منهج. والمنهج جاي منين؟ مش من بشر لبشر فيتأبى بشر ان ينفذ منهج بشر، لا، من خالق لمخلوق وكلنا سواء. ولذلك كانوا في الفلاحين ينطقوا كلام بالفطرة، يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، لان الشرع اللي قطعها مش انت، الشرع اللي ايه اللي قطعها مين؟ مش انت يا اخوي، ده اللي قطعها مين؟ ربنا، ما فيش حد. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحمل في اصدار الاحكام عن الناس، تجني الناس، تحمل في اصدار الاحكام عن الناس تجني مين؟
تجني الناس يقول لك كل شيء عنده بمقدار ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. تكلف واحد يقضي لك شغله وبعدين ما ينقضيه ما تنقضيش، يا ما يرضاش يا يروح يقضي ما عرفش يقضي يا مش عارف ايه، تقوم تزعل منه. تزعل منه ليه؟ ده لا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. فيبقى ربنا تحمل عن الناس ايه لما ما يقضلكش حاجه؟ ما تظلموش، لسه معادها ما جاش، كل شيء له ميلاد، ما تجهضش الاحداث فما تزعلش منه. يبقى ربنا بيتحمل عن عباده ايه؟ بيتحمل عن عباده حتى التقصير. يقول له ما ربنا ما اردش لسه. ولذلك يقول لك حينما تعد انسان قل بعدها ان شاء الله، عشان تحمي نفسك. ما دام تقول ان شاء الله تبقى حميت نفسك من الكذب، ان ما عملتش والله ما شاءش ربنا. وانا قلت لك اعمل، انا قلت كذا خلاص كده، يبقى ربنا بقى ايه؟ اذا تشريعات الله بتعمل ايه؟ عايزه تحمي الناس من الايه؟ من الناس. وكل واحد ما يبقاش عنده ضغن على الاخر انه اضاله ولا ما اضالوش ولا يقول له لا ما تظلمش الناس، دي حاجتك. ولذلك لما واحد يروح يقضي حاجه وبعدين ربنا يقضيها على ايده، هو ما قضاهاش، هو صادف سعيه ميلاد قضاء الحاجه. عايز ربنا يكرم واحد عند واحد قال يقضي له الحاجه ساعه ما اتكلم، يجي له واحد مثلا طبيب وبيعالج، هو ما شفاش، هو يعالج، انما الشفاء من مين؟ فاذا كان الله يريد للطبيب ده قبول، يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل ميعاد مجيء الطبيب على ميعاد الشفاء، ويلتقي هذا بايه؟ ولذلك الاطباء الكويسين يقول لك احنا ما لناش حاجه، احنا لنا في الخضره، لنا في الايه؟ لنا في الخضرة، مش كده ولا لا؟ والناس يلحون الطبيب وإنما خطأ الطبيب إصابة الأقدار. نعم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى الاهتداء يعني التزامه، منهج الله عائد عليك أنت، والتزام الناس بمنهج الله عائد عليك أنت. فلما تشوف واحد مستقيم اوعى تهزأ بيه. ليه؟ لأن استقامته دي عايدة عليك أنت في حركة حياتك، لكن شرك أنت في عدم التزامك هو اللي عايد عليه. يبقى أنت لما تشوف واحد كويس احمد ربنا. ليه؟ لأن تصرفاته هتعود عليه، وتصرفات شرك أنت اللي هتعود عليه. ولذلك يقول لك لما تلاقي واحد عشان ادعي الله أنه إيه؟ أنه يهديه. ليه؟ قال الناس من أغبائه لما واحد يكونوا زعلانين منه يدعو عليه بكذا، يقول له أنت ناقص، ده أنت من غير إجابة دعائك عليه هو تعبك. ما تدعي له ان ربنا يهديك عشان تستمتع بهدايته، عشان تستمتع بالهدايه بتاعته. تبقى انت عايز اكتر من كده منه؟ طب ما هو لما تدعي عليه يبقى شره اكتر عليك. الله. واذا كنت عندك قضيه علميه يبقى من الخير لك انت انك تعديها للناس. ليه؟ لانك لما تعديها للناس هتنتفع باثرها فيهم، هم منتفعين باثار خلالك الحميده. امتى تنتفع انت باثار خلالهم الحميده؟ اذا نقلتها اليه. يبقى ما تكتمش العلم لان كتمه ده ضدك انت، ضد ايه؟ ضد مصلحتك. من اهتدى فانما ايه؟ يهتدي ايه؟ لنفسه. ده في نظام الحياه. ومن يعني ما يجي واحد مثلا دقيق في صنعته ومخلص نقول له والله طيب انت صنعتك ايه؟ يقول مخيط. طب حاجه حياتك بس خياطه ولا حاجات كتيره قوي؟ طب انت بتعملها ولا ناس غيرك بيعملوها؟ ناس غيرك بيعملوها. الصنايعية التانية ان كانت لك الف حاجة في الف صنايعي بيقضيها لك. كنت عايز تبني، كنت عايز تغفى، كنت عايز تخيط، كنت عايز تصلح آلة، كنت عايز تجيب كهربا، حاجات كتير انت عايز تجيب جزمة، حاجات كتير انت عايزها، انت تملك منها ايه؟ حاجة واحدة. ومن العجيب ان الحاجة اللي انت تملكها لنفسك ما تتقنهاش. يقولوا ليه باب النجار مخلع؟ اشمعنى بقى؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجرا. مش هياخد عليه اجر، يلصقه يجيب حته خشب كده ويروح عاملها كده، وحته خشب ويعملها كده كده. الله. اذا من 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 كمالك ان يكون الناس في كمال، يكونوا متقنين عملك، لانك انت اللي ايه؟ هتستفيد. وبعدين انت لما تتقن العمل، وان كان الناس كلهم شرير وما بيتقنوش عملهم، الله سبحانه وتعالى ساعة يقضون لك عملا ييسر لهم سبيل إتقانه من حيث لا يريدون، لأنك أنت بتتقن العمل اللي في إيدك. فاللي في إيد الغير ربنا يجيب له، حتى إن كان غشاش ما يعرفش إيه يغش. وحدثت
راجل جاي يقول له اعمل لي بلغه. زمان كانت البلغه ب 15 قرش ولا بقول له 15 قرش، هيعمل كعبها كرتون كده وبتاع ويطلصقها له زي ما تيجي يناسب ال 15 قرش. انما هو راجل طيب كان ماله في جامع بيعمل ترمبه وبيعمل في جامع، ويوم الصبحيه يقعد يملى المعمعه وعرقان، والناس تجيب له الميزانيه مش اجره حتى شهريه، ميزانيه كده ويعايش منه. انما بيت انعمل الترمبه ولا عمر حد جه المسجد وقالوا ما فيش فيه ميه ولا حاجه، ولا الميه ولا الترمبه متعطله ولا حاجه، وعايش. عم حب يعمل البلغه، البلغه مش عارف كانت ب 25 قرش، قام قال له انا ما معيش الا 15 قرش. فقال نعملها له ونجيبها له كده. لما حب يعملها الكعب، طبعا انتوا عارفين الكعب ده بيبقى فيه الاخر الفلصه الاخرانيه جلد، واللي قبله ورق كرتون. فجه يدور على كرتونه في المحل فلم يجد، ما وجدش الا كله نعل من الجيد، عمل له الكعب جلد مصر. غصب عنه ولا ما غصبوش عنه؟ لانه اصله اتقن عمله بينه وبين ربه، فربنا يسر له خواطر عشان اللي بيعمل له حاجه عملها له ايه؟ عملها له مظبوطه. يبقى اللي بيهتدي بيهتدي لمين؟ يهتدي لنفسه. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. ساعه ما تسمع لي تبقى للنفع، وعلى تبقى للغر. يهتدى لمين؟ لصالح ايه؟ نفسي. واللي يضل يضل ليها ولا عليها؟ يبقى عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ميزان وحساب. ليه؟ علشان ما فيش واحد يرمي ذنبه على التاني، يبقى كل واحد مسؤول عن ايه. في بقى بين الوالد، لا يجزي والد ايه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كل واحد ايه زي ما يقولوا كل طير معلق من ايه في الفلاحين، متعلق من ايه؟ من عرقوه. يجي بعض المستشرقين بقى اللي هم بدهم ياخدوا على منطق القرآن واسلوبه مؤاخذات، يقول لك اهو القرآن يقول لك ولا تزر وازرة ايه وزر اخرى، وبعدين يقول لي ولا يحملن اثقالهم واثقالا، ليحملوا اوزارا واوزار ايه مع اوزارهم. ايه تاني؟ الله. طب امال ده بيقول لا تزر وازره وزر اخرى، امال هيحملوا اوزار الثانيين ليه؟ قال لك لا، فيه فرق بين عملين. هو الوزر الاول انه ضل في ذاته، يبقى دي وزر. الوزر الثاني انه اضل غيره، يبقى دي عمليه ثانيه. يبقى هو الوزر اللي خده علشان ضلاله هو، والوزر الثاني اللي هيحمله عشان اضل غيره. يبقى مثلا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر يزر، اللي هو الحمل الثقيل، الوزر الحمل الايه الثقيل، زي ما يسموه وزير لأنه تحمل عن الوالي أو عن الملك أو عن الأمير الايه العيب الثقيل. بس يا ريت الناس تعرف أنه عيب ثقيل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب، العذاب عقوبة على مخالفة، هذا العذاب. وعقوبة على مخالفة تبقى لازم تعين لي المخالفة دي ايه قبل ما تحاسبني عليها، تقول لي دي مخالفة دي جريمة. يبقى ما تعذبش الا اذا ايه كانت في جريمة، ولا توجد جريمة الا ان تنص قبلها عليها. تقول اللي يعمل كده يبقى اجرم، مش واحد يعمل حاجة كده ما فيش قانون وبعدين تيجي انت تحاكمه وتقول له انت عملت كذا، ده انت ما قلتليش من الاول ان دي ايه؟ ان دي جريمة. كان الاصول ان تقول ايه؟ يبقى العذاب عقوبة على ايه؟ على جريمة. الجريمة كسر سلامة في المجتمع. كسر السلامة في المجتمع دي مش اي واحد يقولها للتاني، لازم يكون محددة، اللي يعمل كذا يبقى جرم، اللي يعمل كذا يبقى جرم، يبقى لازم ايه؟ يجرم. ثم حين يجرم يضع مين؟ عقوبة. خلاص؟ على الاول. ولذلك احنا حتى في القوانين الايه؟ بتاعتنا المدنية نقول ايه؟ ما فيش عقوبة إلا بتجريم، يعني عمل جريم، ولا جريمة إلا بنص، لازم ينص على إن دي جريمة الأول. خلاص، يبقى لا عقوبة إلا بإيه؟ بتجريم. ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. ما تقولش أنا نصيت على دي ومدكنه. ولذلك بنقول وينشر في الوقائع الإيه؟ أهو ده الإعلام. يبقى إذن هي تعالى بقى، يبقى العقوبة إيه؟ العذاب عقوبة على جريمة، والجريمة كسر سلامة للمجتمع. كسر سلامة للمجتمع لازم ينص عليه،
وبعدين نعمل لها ايه عقوبة. يبقى اذا لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا باعدام. لازم تعملوا كده وتنشروا زي ما بيقولوا في الجريدة الرسمية وكل واحد يعرفه. كونك انت ما عرفتهاش بقى تبقى انت ما قريتش. يبقى الجهل بالقانون لا يعفي من الايه المسؤول. لان ما دام بقولك بتنشر القوانين في القواقع الرسمية يجب ان الناس تتنبه الى هذا عشان تعرف الايه الجرائم. او يتنبه كل واحد في عيلة او في اسرة او في جماعة الى الاشياء يقولون والله ده صدر قانون كذا 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 يعرفوه. صدر قانون كذا كذا يعرفوه. لازم يعرفوه. فربنا بيقول ايه وما كنا ايه ان جمعت دي كلها وما كنا ايه معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول جاي يعلم. ادي واحدة ادي الاعلام. يعلم بايه؟ بحكم من الله. الحكم بتاع ربنا بيجرم افعال في المجتمع وحط مع كل جريمة عقوبته. يبقى إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جمع ايه العقوب والتجريم والايه ونبعث رسول. ادي الاعلام ادي الايه ما كنا معذبين حتى نبعث ايه حتى نبعث رسولا. ولذلك هناك إن ارسلناك بالحق ايه وان من امه الا خلا فيها ايه الا خلا فيها نذير. نعم. وهناك يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من ايه ولا نذير. اهو جالكم البشير والنذير. يبقى انقطعت الحجه ولا لا؟ يبقى انقطعت الحجه بكل مراحلها اعلاما بجريمه وعقوبه وكل اي حاجه. ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحق سبحانه وتعالى حين يعاقب في الاخره المخالف لازم يكون خالف احكام. الاحكام دي ما فيش حاجه منها ابدا عايده على الله، لان لله صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، وبصفات الكمال خلق الايه خلق الخلق. نقول له طيب دي في الاحكام دي جريمه ودي مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. طيب مساله الكفر، طب دي اللي عرف الجريمه وعرف اللي مش عارف ايه. ام قال لك يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش عرفناها بالعقل. طب اللي ما يهتديش ربنا من قبل ان يبعث الرسول؟ قال لك لا، اهو ده العلماء وقفوا فيها بقى. ام قال لك لا، ده فيه فطره. فيه ايه؟ فطره. الفطره دي مسؤوله عن الايمان بقوه قاهره وراء الوجود. وان ما جاش رسول ازاي بقى؟ قال لك يا اخي هب انك كنت راكب طياره والطياره وقعت بيك في صحراء. الصحراء دي ما فيش فيها حاجه ابدا من مظاهر الحياه، وبعدين من تعبك غلب عليك النوم ونمت، ثم استيقظت فوجدت مائده منصوبه وعليها اطايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد ايدك تاكل ما تبحث تقول مين اللي جاب الحكايه دي؟ ما تتلفتش كده تقول مين اللي حصل؟ مفيش حد هنا. الله. يبقى اذا العقل بالفطره كان لازم ايه يهتدي الى ان الكون ده له خالق، لا يمكن يجي صدفه ابدا. كونك انت تاثر في دي بقى، ده انت ما اثرتش في اتفه الاشياء. اشمعنى دي ما اثر فيه ايه؟ وبعدين رحت كلت. وكذلك انت فوجئت بانك ولدت في كون آدم، فوجئ بأنه اتخلق كده وبعدين وجد شمس وأرض ومش عارف إيه. يا أخي آدم ربنا كلمه وعارف إنه هو اللي خالق. طب وإحنا؟ إحنا جينا لقينا كل إيه مستوفي. بالله الواحد ما يقعدش كده يقول يا ابني إزاي الشمس دي عمالة تطلع وتنور الكون ده كله، ولا ولا عمال يهب ده، والمطر اللي عمال ينزل، والأرض اللي مش عارف عمالة تهتز لما المية تنزل فيه. دي حاجات ما تلفتش نظرك؟ ده العرب القح ساعة ما مشي في صحراء وبعدين وجد البعر، بعر الجمال، وبعدين وجد اقدام سايره في الرمل كده، قام وقف كده قال الله، البحرة دلت على ان بعيرا كان هنا، والقدم هذا دل على ان سائر كان هنا، أسماء ذات ابراج وارض ذات افواج وبحار ذات امواج، الا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟ الله. طب ودي تيجي ازاي؟ الله.
ده احنا ضربنا مثل وقلنا اللي عمل الكهرباء دي جان ادسون لما عمل الكهرباء قامت ضجه وقالوا ده اضاءها من سيدني وعمل مش عارف ايه وقام وبعدين قامت صناعات بقى الزجاج عشان تعمل الكوبايات والاسلاك وتعمل الكهرباء والمولدات والبتاع وعرفنا تاريخ من اول ما ايه ما فكر فيها لحد ما بقت عندنا دلوقتي عرفناه ولا ما عرفناهش واللمضه دي عرضه ان عيل يجيبها كده وروح كسرها وان ما كسرهاش تنحرق ونعمل لها صيانه ونجيب مش عارف ايه بقى الشمس اللي من اول ربنا ما خلق وعملت الديني بقى احنا ما حدش خلقها ده بتاع قد كده بتنور 5 متر في 5 متر ولها ضجه ومش عارف ايه ومصانع ومهندسين والات وشغلانه وما كانش ايدنا فيها كل يوم عمال الله يبقى كان يجب اننا نقول ده فيه قادر صانع يناسب هذه العظمه اللي ما اتغيرتش ولا صيانه ولا اي حاجه ولا اتكسرت ولا ابدا ولا الكابل ضرب ولا حصل ماس ولا لا ايش الحكايه دي يبقى اذا في الفطره التكوينيه كان الانسان لازم يهتدي ان في حاجه وراء الكون ده بس يكفي ان تتعقلها ان حاجه ايه هي ما انتش عارفها يعني لما يجي رسول بقى مؤيد بمعجزه يقول لك يا شيخ اللي انت بتبحث عنه ده ومدوقك تعال ما اقول لك عليه او ده اسمه الله وهو اللي خلق دي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يبقى ساعدني ولا لا ساعدني في انه ايه دلني على ما انا فيه دايخ عليه جاي يحلل اللغز من غباء الناس انصرفوا عن هذا طب ده انت كان يجب تاخده بالحضن تقول له تعالى حلل اللغز اللي انا عايش فيه دي ايه الحكايه اللي احنا عايشين فيها دي فلما يجي يقول له ده اله ولا اله الا هو مش عارف ايه نقول وهو نفسه قال لا اله الا انا وانا شهدت لنفسي مش عارف بايه نقول له طيب لما قال لا اله الا انا هل في حد عرضه جه واحد تاني قال لا داني الاله طب ما حدش عرضه يبقى ان كان في اله تاني ولا عرضوش يدري ولا مدريش يبقى ما ينفعش اله انطره ده بره طب دري سكت ليه عمل ارنب ليه سكت خالص كده كان يقول لا ده انا اللي عملت وصاحب الدعوة حين يدعيها تسلم له الى ان يوجد معاند تبقى بتاعته هي هو كده فالرسول يبقى اذن في نفس التكوين الفطري نقول له تعالى بقى ابحث في الفطرة بتاعتك اهي الفطرة دي هي التي عناها الحق في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى يبقى الذر العالم الانسال دي كلها متاخده من مين انت ماخوذ من ابيك وابوك ماخوذ من جدك وجدك ماخوذ من ابيه وهكذا سلسلها الى من الى ادم الله لو ان الميكروب اللي انا كنت حاجي منه كان ميت من ابويا يعني كنت اوجد يبقى لازم كان حي يبقى انا خدت من ميكروب حي صدر من ابي الحي وابويا خد برضه ميكروب حي صدر من ابيه يوصلها بقى لمين اذا ففي كل مخلوق الى ان تقوم الساعه ذره لم تتناولها لا يتناولها الموت يبقى كل واحد منا في ايه لان لو جه الموت في اي منطقه ما كانش يجي الميكروب اللي انا نشات منه حي وماخوذ من ابي الحي وبتاع ابويا برضه ماخوذ من جده حي 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 كله الى مين يبقى كل واحد منا فينا ايه فينا ذره من ايه من ادم تبقى دي اللي شهدت العهد كل عالم الذر شاهد بانه لا اله الا هو وزابت هذه في فطره الانسان طب اشمعنى بقى لما تيجي تجوع كده تشعر بانك جوعت طب بالله شعرت بانك جوعت باي شيء شعرت ازاي بقى شفت الجوع لمسته شميته فطرة فيك كده غريزة انك انت جوع فطرة فيك انك انت عطشت وان كنت نايم تصحى وتروح على المياه علشان تشرب ايه اللي قالك انك عطشان ولا اللي قالك ولا عرفتها ازاي دي بايه في الفطرة اذا فالفطرة تهديك الى مقومات حياتك المادية ساعة ما يجي مثلا حاجة تقرص الواحد عند كتفه كده بدون شعور مفيش حد قال له مد ايدك دي وروح اهرش هرح هرشها كده قال لا ايه بايه دي قال لك دي عمليه الايه عمليه الفطره الله اذا فالعالم ده كله
اللي بيخدم الإنسان كل ذراته، كما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلما يجي أشياء كلها بتسبح بحمد الله، والأشياء فيك يا سيد الكون الذرات فيك دي ما بتسبحش بحمد الله، تبقى لك. ولذلك يقول لك إيه، وذرات الكافر مسبحة، الذرات بتاعته إيه مسبحة، إنما إرادته هي اللي كافرة، إرادته اللي هي اللي كافرة. ولذلك تجد إن الإنسان ظاهرة النوم في الحياة، مدام كل شيء يسبح بحمد الله، يبقى ذرات الكافر بتسبح، وذرات العاصي بتسبح، وذرات المؤمن بتسبح. فإذا كانت إرادة صاحب الذرات متفقة مع الذرات، يبقى فيه انسجام إيه بين الإرادة وإيه وتكوين المادة في الإنسان، تبقى الإيه المسألة منسجمة مع بعضها. طب افرض إن الإرادة كافرة والذرات مؤمنة مسبحة، يبقى فيه قلق ولا مفيش قلق؟ الذرات نفسه تبغضه، تنفذ وتبغض، انما الاراده بتاعته ربنا قال لا اخضعي لا، اللي عايزك منه اعمليه، انما تعمل وهي كارهه ولا لا؟ تعمل وهي كارهه. ولذلك هنيجي في الاخره بقى لما تيجي تشهد عليه نقول ما هي الاراده انحلت لمن الملك اليوم، ما حدش له اراده هتشهد عليك يا حلو، خلاص انتهت المساله، ارادتك كانت موجوده. زي العسكري لما جه للضابط الاعلى وقال له ده قال لنا كذا وقال لنا كذا، وقال له طب ما انت اللي نفذ، ما هو انا كنت مامور بانني انفذ ارادته، لكن لما جيت عند الاعلى قلت. فكذلك الايه، يبقى ما دام الذرات وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، بحيث اذا فقهك الله التسبيح تفهم ازاي بقى. قال وسخرنا مع داوود الجبال يسبح. طب ما الجبال متسبح مع غير داوود؟ قال لك بس تسبيحها يوافق تسبيح داوود ويا بعض، يعني عاملين كورس. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير، مش كده؟ ويقول للجبال يا جبال أوبي معا. الله، تبقى إذا الميزة اللي اداها ربنا لداوود إيه؟ إنه سمعه وبقوا يتفق وياها، واتفقوا وياها وعملوا الله بالتسبيح ده. طيب أم قال لك وبدليل أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عنه وعلمناه منطقة الطير، مش كده؟ ولما سمع النملة كأن النملة لها خطاب ولها كلام، وبتتخاطب مع بني جنسها وعارفة كل حاجة وعارفة قانون الصيانة، بدليل أن جيش سليمان ماشي كده، والنمل طبعا جرم بسيط يتخلل الرمل ويمكن تدوسه ولا يموتش، لان في فراغ تحت الرمل كده تقدر تيجي فيه ما تجراش حاجه، وبعدين ان اتكت او يمكن تموتها ان كان تحتها صخره ولا حاجه. لما ايه قال حتى اذا اتى على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، الله ده في ديدبان وفيه مش عارف ايه وبتاع، لا يحتملنكم سليمان وجنوده، وشوف دقه الاداء وهم لا يشعرون، مش غرضهم يموتوك ولا حاجه، مش عارف. فتبسم ضاحكا من ايه قولها. يبقى كل حاجة لها منطق، كل حاجة لها لغة، بس احنا لما ربنا يعلمنا اللغة. ولذلك لما يجي مثلا في كتب السيرة يقول لك وسبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، يقول له التعبير مش دقيق، طب ما هو الحصى يسبح في يد أبي جهل، مدام كل حاجة بتسبح، قول وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، هذا الكلام، وسمع رسول الله تسبيح الحصى في ايه؟ تسبيح الحصى في ايه؟ على الأرض. يبقى مالا كل شيء بيسبح بحمد، وكل شيء له لغة، وكل شيء له حاجة. نقول له تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى بده يديك انك انت فيك حياة خاصة، لكن في كل شيء دونك حياة، بس مش زي حياتك، حياة خاصة به، لانه لما يجي بيك يجيب السور الكلي وبقول كل شيء هالك إلا وجهه، الله كل شيء، كل شيء ما يطلق عليه شيء هالك، والهلك ضد الايه؟ ضد الحياة. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.